السلام عليكم، أنا فاطمة. أنا تزوجت عندي 35 سنة وجبت وليدي، كنت عايشة كي مع العباد، كان اللي زوجتهم كان اللي ما زالوا. وليدي الكبير خرج لي واعر بزاف، يضربنا، يضرب خافته، يضرب بيدي قبل ما يموت. وساق لي الذهب الدراهم، يقول لي جيبي بالسيف الدراهم. من اللي كان صغير هو يحوص غير الدراهم، غير الدراهم باش يشرب، وكيما انا طالوش يكسر لنا الدار، يضرب خافته، كان يضرب بابه، يضرب خياته، يضرب خوه الصغير، يحاوزنا شحال من مرة يحاوزنا، ونولي يحاوزني بصاحبك ما قدرتش نولي. قدرت بزاف هذا المرة، كسرنا الدار كامل. من بعد هربنا، دوك راني قاعدة عند واحد السيد، صابني في الزنقة، دخلني لدارو. السلام عليكم، باش نهضر معاه ونقولو نفهمو هكا بالعقلية، نقول بالك يسكت يهدر معايا. قال لي غير موتي، قال لي باش نجي نعفس على قبرك، وكتهت موتي ما متيش. وزوجته وتسلفت الدراهم، زوجته والمرأة حاوزها، بصح كانت تخاف وقتنها كده يلها كده، يدخل زاطل هكا عينيه يبين واحد شعره، كانت تخاف وتجيني تجري تقعد معايا ومع بنتي. كان يهددني دائما ما يحبسش كاع من جمعة للجمعة، ما عندوش كاع، ما يقول ما يخافش كاع ربي. وكلمة بابه مات يقول لي غير على اخوه الصغير، يقول له يجي، يقول له هو يوكلني، يقول له. من بعد انا قلت له اسمح له، قلت له الصغير ما يعرفش راح طايش. قال لي لا ما نسمح لهش. ومات هكذاك، مات غضبان عليه. كنت متمسكة.